محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن أعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.